نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم بالتأكيد، ويعني بنبدأ بأخبارنا اللي حصلت امبارح. الحقيقة انه امبارح في عز الصيام والحر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان موجود بين العمال والمهندسين اللي شغالين في المشروعات القومية أول امبارح عفواً، وكان بيتفقد مشروعات الطرق والكباري في شرق القاهرة، وكمان امبارح كان بيتابع أعمال التطوير في قطاعات الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد على طريق السخنة. وزي كل مرة سيادته بيكون حريص على أنه يتواصل مع الناس في الشارع ويتكلم معاهم. احنا النهاردة هيكون معانا جولة السيد الرئيس امبارح، وكمان عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات الهامة هنتابعها مع حضراتكم، وكمان المجهود اللي بتقوم بيه اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، واللي قدرت لحد دلوقتي إنها توفق حوالي أوضاع حوالي 1882 كنيسة ومبنى. وكمان هيكون معانا الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء في الأسبوع اللي فات، والحملات اللي قامت بيها وزارة الداخلية في البؤر الإجرامية في القليوبية والفيوم وأسيوط واسكندرية، وأخبار تانية كتير على مدار الحلقة تابعونا يعني نقولها لحضراتكم. والبداية مع شاذلي، اتفضل يا شاذلي. شكرا ليك يا هدير. هنبدأ من متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لأعمال التطوير في قطاعات الطريق الدائري الأوسطي وتبطين الترع في البدرشين ومجمع سوق السيارات على طريق العين السخنة، وده البديل الحضاري للسوق اللي كان موجود في الحي العاشر في مدينة نصر، واللي كان يمكن عامل أزمة كبيرة جدا لحركة المرور والأهالي في المنطقة. التقى السيد الرئيس كمان بعدد من المواطنين اللي موجودين في السوق الجديد واستمع لآرائهم ومطالبهم. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة، من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقا إلى محور الضبعة غربا بطول 156 كيلومتر وعرض 16 حارة مرورية، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميا، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبرى، ويمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى. ده يا أستاذ يا فندم هو محور مروري تم إنشاؤه ليتوسط المسافة بين طريق الدائري لمحافظة القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي بطول إجمالي 156 كيلو. بيبدأ يا فندم الطريق الدائري الأوسطي من مدينة بلبيس في محافظة الشرقية عند تقاطعه مع طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي، مرورا بعدة محاور مختلفة فندم، ومرورا ونهاية بمحور الضبعة وغرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمسافة 6 كيلومتر فندم. أهداف المشروع يا فندم تخفيف الكثافات المرورية الواقعة على شبكة الطرق داخل القاهرة وداخل محافظة الجيزة، كما يقوم الطريق فندم بتقليل زمن الرحلات المرورية من أقاليم مصر فندم ومن المدن. الموقف التنفيذي للطريق فندم تم تقسيم الطريق أثناء تنفيذ الأعمال إلى 9 قطاعات مختلفة فندم على مراحل التنفيذ. نسبة التنفيذ فندم 100% لجلسة الحد. فضلا. أنت قلت قبل كده إن المداخل اللي موجودة ديت ما تقلش عن 3 حارات، اللي هي المداخل والمخارج بتاعة الطريق. تمام فضلا. فقلت لا، كل المحاور اللي بتدخلنا على الطريق ده بصفة عامة مش بس على الأوسطي. تمام فضلا. بصفة عامة ما تخليش أبدا طريق دائري أو طريق حر بنخش له أو بنخرج منه بأقل من 3 حارات. تمام. طب رجع الموضوع ده وخد رسوم عليه واهل. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا كنت معدي على الترعه بتاعه المريطيه، طب انا لقيت ان الجسر بتاع الترعه يعني اللي ماشي على الطريق مفيش بينه وبين الترعه تحت حاجه. تمام. يعني الطبان فاضي خالص، يعني ممكن اخش اوسع اسفلت. لا انا مش اوسع اسفلت بس. تمام. انا فكروا انك توسع اسفلت وتعمل حاجز بين الطريق وبين الترعه. تمام. وقد توقف السيد الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية. كما
كما تفقد السيد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسيا ويفتقد للخدمات الأساسية. سيادة كفندم، شرفنا في موقع سوق السيارات البديل في تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، واللي تم إنشاؤه يا فندم نتيجة أعمال التطوير اللي تمت في مناطق شرق القاهرة ومدينة نصر، ومنها إنشاء محور شينزو آبي من تقاطعه مع محور الشهيد حتى تقاطعه مع طريق القاهرة السويس لتخفيف من العبء المروري لسكان المنطقة المحيطة. وتم إنشاء السوق يا فندم بعد الدراسة والتخطيط ونقل موقع السوق القديم يا فندم، فقمنا يا فندم بنقل السوق لمكانه الحالي لسيادتك ليسع 3 أضعاف مسطح السوق القديم، ساعة 4000 سيارة. ورأينا يا فندم في موقع اختيار السوق ان هو يتم يا فندم في موقع متوسط خارج حدود المنطقة المكتظة بالسكان، وفي نفس الوقت يا فندم قريب من محاور الاقتراب الرئيسية. فنلاقي يا فندم ان موقع السوق الحالي بيخدم القادم من مناطق وسط القاهرة ومدينة نصر يا فندم عن طريق محور محمد نجيب يا فندم، اللي تم انشاء المحور ده سيادتك عشان يربط بين 3 محاور رئيسية اللي هي سيادتك الدائري الاوسطي ثم طريق العين الطمانية عين السخنة وطريق القاهرة للسويس، وبذلك يا فندم محور رئيسي اخترق القاهرة الجديدة. بالاضافة يا فندم القادم سيادتك من مناطق جنوب القاهرة يا فندم و6 اكتوبر والجيزة يقدر يا فندم يسلك طريق الدائري الاوسطي ثم محور محمد نجيب والوصول الى موقع السوق الجديد. ايضا يا فندم راعينا سيادتك القادمين من محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي يا فندم عن طريق استخدام الطريق الدائري الاقليمي سيادتك ثم طريق الطمير عين السخنة ومحور محمد نجيب يا فندم للوصول الى موقع السوق. زودنا يا فندم السوق سيادتك بكافة الخدمات يا فندم اللي تمكن المواطنين من اجراء كافة العمليات. تم تنفيذ المشروع على مساحة 57 فدان لسعة 4000 سيارة. اثناء تصميم المنشآت يا فندم خدمة رواد السوق لتنفيذ جميع عمليات البيع والشراء والكشف عن السيارات ونقل الملكية من خلال يا فندم تنفيذ 15 منشأ. أولا دخول يا فندم 10 حارة، 2 مبنى رئيسي يا فندم بيحتوي على مركز الشهر العقاري ومركز خدمات للمرور والتراخيص بالإضافة إلى مجمعات للبنوك، منطقة مطاعم وكافيهات، مراكز لخدمة وصيانة السيارات يا فندم. تم تنفيذ منشأ مبنى للحماية المدنية تكون من نقطة شرطة وإسعاف ومطافي، بالإضافة يا فندم لمركز مبنى رئيسي للسيطرة على الكشف والسيطرة على السيارات اللي داخلة على السوق يا فندم. أنا النهاردة بعمل مكان على 57 فدان. أنا أعمل الكلام ده عشان استفاد مرة واحدة في الأسبوع يوم جمعة مثلا أو يوم حتى لا، أنا هخليه مكان يصلح إن على مدار الأسبوع يبقى سوق جديد. المكان ده لازم يكون فيه حاجته، بالإضافة طبعا للموضوع إن أنتوا تحطوا منشآت للأكل على العربية البنك بحيث إن الراجل يخلص معاملاته يبقى مفيش حد بيشيل فلوس يبقى معرض للخطر، لا بيشتري ويبيع هنا وياخد ويحط فلوس في البنك. انا عايز سوق سيارات مش موجود فين في مصر، عايز حاجه على عظيمه باذن الله وسط التامين. شاكرين. وقد التقى السيد الرئيس بعدد من المواطنين الموجودين بسوق السيارات الجديد. ان شاء الله السنه الجايه تبقى عامل احسن احسن لحضرتك. ربنا يبارك في عمرك، خاف الله لك في مبادره، بارك لك في مبادره ان شاء الله. ان شاء الله تبقى حضرتك ربنا يعينك عليها، ربنا يعينك على المجهود اللي حضرتك بتعمله وربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا جاي لكم اسمعوا بس، اسمعوا اسمعوا. عايزين خدمات هنا. ثانية واحدة يا جماعة. تعالى اللي بيقول عايز خدمات، تعالى. عايزين خدمات لينا هنا. مش عايز يا عم اقرب. اماكن تضلل لنا. عاوزين نحس ان هنا احسن من مدينة نصر بكتير. عاوزين نحس بالامان واحنا جايين بفلوسنا نشتري عربيات ونبيع عربيات. طيب. عاوزين فحص من ناحية الدولة يأمل المواطن العربية اللي هياخدها. ايه كمان؟ ربنا يوفقك للخير. انا ممكن انا عايش بره اول شيء، بس انا لما جيت امشي الطرق والحاجات اللي انت عاملها حاجه تفتخر بيها والله العظيم. انا اول مره امشي النهارده على الطرق دي، جاي اشتري لي عربيه وانا عايش في فرنسا، انا فتره ما نزلتش بس انا مبتهر بالحاجات دي كلها اللي انت عاملها.
حتى اصحابي معايا بقول لهم مصر بقت حاجه تانية خالص. فضل ربنا وربنا يبارك ليك وربنا احنا نفسنا بنحبك. ابويا اما حد يجيب سيره حضرتك والله ربنا يعلم. ربنا يكرمك. انا عايز اقول لكم على حاجه ليكم كلكم. اسمعوا بس اسمعوا. هو انا جاي النهارده ليه؟ جاي النهارده عشان اطمن على كل اللي انتم بتفكروا فيه وزياده. والله العظيم ثلاثه احنا عارفينه. فانا عارف ان هم بالكتير اللي احنا عاملينه هنا الاول اللي احنا مخططينه تمام. اللي انا جيت لقيتهم هم مخططينه. واحد مناطق انتظار ولقيتها مش متسقفه خالص. حاضر يا فندم. ده الموضوع لسه اصل يعني لسه اول امبارح بدانا فيه. ادي واحد. اثنين الكلام اللي انت طالبه او اللي انتوا طالبينه كلكم اللي هي يبقى في مكان للفحص واماكن للتسجيل واماكن للبنوك واماكن لكافيتريات ومطاعم واكتر من كده بقى. انا التعليمات اللي انا اديتها النهارده قلت لهم انا عايز نعمل هنا في السوق ده نحط ماركات عربيات جديده. يعني نعمل للناس معارض جديده يحطوا فيها عربياتهم بالاضافه للايه للسوق بتاعهم اللي انتوا بتعملوه. فانتوا هتشوفوا ان شاء الله ان شاء الله. انا هقول لكم بس والله بس عايزين ناكل عيش بقالنا شهرين. وشك منور والله والله. كلك تقول ان انا شبه حضرتك والله والله شبه حضرتك والله. حرام عليك. الله يخليك لينا ربنا. سألت طيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ثلاثة لاربع شهور ان شاء الله من ثلاثة يعني ثلاث شهور او اربع شهور حسب هتجدوا مكان. انا عايز اقول لكم مش موجود غير في مصر. ربنا يقويك. عشان كنتوا وعشان كل انسان مصري عايز يجي هنا ياخد خدمه. انا قلت لهم حتى اعملوا مركز صيانه للعربيه. احنا عايزين شارع عقار هنا زياده. بكل ده هيبقى موجود. ده كل ده معمول حساب. لا 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 انت اصل خلي بالك احنا ما فتحناش. انا فاهم زياده. طالما ما خلص يعني ايه لسه. لكن كل اللي انت بتفكر فيه معمول. انت بتتكلم على امن هيبقى فيه امن. بتتكلم على حريق هيبقى فيه حريق. يعني عنصر اسعاف هيبقى فيه اسعاف. كل حاجه بفضل الله وزياده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. انا هصور معاك. قلنا بس في الشهر الكريم ده